المصلحة المرسلة. دخل أعرابي على هشام بن عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين، أتت علينا 3 أعوام، فعام أذاب الشحم، وعام أكل اللحم، وعام انتقى العظم، وعندكم فضول أموال، فإن تكن لله فبثوها في عباد الله، وإن تكن للناس فلم تحجب عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها، إن الله يحب المتصدقين. قال هشام: هل من حاجة غير هذه يا أعرابي؟ قال: ما ضربت إليك أكباد الإبل، الدرع الهجير، وأخوض الدجى لخاص دون عام. فأمر له هشام بأموال فرقت في الناس، وأمر للأعرابي بمال فرقه في قومه. إن لهذا الأعرابي أيها الناشئ نفسا كبيرة ووجدانا صحيحا، وغيرة على قومه وغير قومه عظيمة، وذلك ما دعاه ألا تكون له الأثرة بالخير دون سواه، لأنه علم علم اليقين أن حياة الفرد حياة السعادة، وقومه في الشقاء لهي حياة الذل وعيشة البؤس. كيف يرضى العاقل أن يكون في بحبوحة من الخير ومن يحيط به من الناس في ضنك العيش؟ بل كيف لا يأنف أن يرى الشقاء قد عم الأمة، وهو لا يعبأ بما يعتريها من الآلام، ولا يألم لما في أفئدتها من السهام؟ إن ذلك من ضعف الشعور وموت الوجدان وفساد الأخلاق. وإن من يرضى بذلك ولا يشعر بما يصيب المجموع لهو من البهائم التي لا تعرف من الحياة إلا الطعام والشراب واللهو والضراب. وأكبر بهيمة منه وأشد وطأة على الحياة الاجتماعية من يسعى لمصلحته الشخصية سعيها، وهو يعلم أنها السهم النافذ في صميم المصلحة العامة والقضاء المبرم على حياة المجموع. إن مثل هؤلاء الناس عبء ثقيل على المجتمع، ومرض وبيل في جسم الاجتماع. ألا يدري من كان على هذه الشاكلة أن عمله يعود عليه بالخسران؟ ألا يعلم أنه فرد من أفراد الأمة التي سعى للضرر بها؟ ألا يفهم أن ضرر المجموع يعود على الفرد؟ أم يظن أنه ناج من سوء عمله، متفصل من عاقبة شره؟ إن ظن ذلك فقد ظن باطلا، لأننا لم نرى أحدا يضر الأمة لمنفعة نفسه إلا عاد عليه عمله بالضرر المبين، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. ألا إن هناك قوما قد ضرب الله بينهم وبين الحق بسوء، ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وهم يعملون على خض شوكة الأمة وإضعاف بأسها وإضاعة حقها وإبقائها في بيئة الخمول والاستكانة، وما لهم في ذلك من فائدة، وليس لهم من عائدة إلا ما ينالهم من ثناء حاكم أو بشاشة في وجهه، وإن نالتهم فائدة مادية فهي لا تسمن ولا تغني من جوع، وإنما هو النفاق والرثاء يدفعان بمثل هؤلاء الناس إلى تحبيب أعمال أهل الأثرة. وليتهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل هم يعلمون كل العلم أنهم وراء إسقاط الأمة ساعون، ونحو ما يخمل ذكرها سائرون، وعلى ما يميتها عاملون، فهم الضالون المضلون، وأولئك هم شر البرية. فتجنبوا معشر الناشئين أعمالهم، وقوا أنفسكم معرة أفعالهم، ولا تكونوا من الفراسيين القائلين: معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. بل كونوا من المعذيين المنادين: فلا هطلت علي ولا بأرضي، سحائب ليس تنتظم البلاد، تكونوا ممن هدي الصراط المستقيم.